تفاصيل أخبارنا من اتحاد الكرة الطائرة برئاسة الدكتور سامح حمدي. تلقى اعتذار المستشار أحمد البنا عن استكمال الماراثون الانتخابي بسبب عدم حصوله على موافقة جهة العمل. المستشار البنا كان اترشح على مقعد العضوية وتقدم باعتذار علشان يكون عدد المرشحين على العضوية لحد دلوقتي 14 مرشح. الاتحاد كمان منح أحد المرشحين وهو تامر بيبرس مهلة لحد ظهر بكرة الخميس عشان يكون بيجيب موافقة جهة العمل، وإلا هيتم استبعاده. المفروض أن اتحاد الكرة الطائرة يكون بيحسم بشكل نهائي قائمة المرشحين بكرة، وده بعد التأكد من تطابق الأوراق وطلبات الترشح من اللائحة وبنود قانون الرياضة. من الاتحادات او من الانتخابات اللي احنا منتظرين ان هي ان شاء الله تقام كده بشكل انسيابي وعلى الف خير، من بعدها اكيد نبتدي نشوف نتائج الطايره المصريه تكون ان شاء الله بتتحسن. ولسه مع اخبار الكره الطايره، فاتحاد الكره الطايره خاطب نظيره الاوغندي علشان يتاكد من مصير البطوله الافريقيه للشابات واللي هتقام في نص شهر ديسمبر اللي جاي، ودي هتكون مؤهله لبطوله العالم. الاتحاد المصري اصلا بقى اتفاجئ برد نظيره الاوغندي انه لحد دلوقتي لسه ما تمش حسم اصلا مصير البطوله، سواء هتقام او هيتم تاجيلها بسبب انتشار كورونا مره ثانيه في عدد كبير من الدول الافريقيه. الجانب الاوغندي اكد انه لسه مستني قرار نهائي من رئيس الاتحاد الافريقي المغربيه بشرى حجيج، واللي هتقول بقى سواء بإقامة البطولة أو تأجيلها. الاتحاد المصري كان طلب حسم مصير البطولة علشان يبدأ في تجهيز الإجراءات الإدارية واستخراج كمان القرار الوزاري وتوقيع الكشف على اللاعبات.